أهلا بكم مشاهدينا في عناوين ومقالات وقراءة في عناوين وأخبار الجرائد الجزائرية العربية والدولية. الأعمال الدرامية الرمضانية لهذه السنة تثير الجدل مرة أخرى. حاورت جريدة المساء الجزائرية الناقد محمد الأمين بحري بخصوص ما تم طرحه من أعمال فنية في رمضان هذه السنة بالجزائر، وأجاب الناقد أنها أعمال تحمل نفس التكرار والتدوير في السيناريوهات والمواضيع، واستدرك بقوله: لكن الانتظار مطلوب لإعطاء التقييم النهائي والشامل. وأوضح الدكتور بحري أنه على الرغم من اختلاف أنماط الأعمال التلفزيونية في الموسم الحالي والتي تجاوزت 20 سلسلة ما بين الكلاسيكي والبوليسي والدراما الشعبية ودراما العائلة والستكوم الكوميدي وأعمال هجينة لا هوية ولا انتماء فني لها، إلا أنها عرفت نوعا من النمطية التكرارية التي جعلتها تدور حول نفس الثوابت. أما عن السيناريو فيرى الدكتور بحري أنه العمود الفقري والنواة التي ترهن نجاح أو فشل أي عمل، فإن كان السيناريو هزيلا فلا لوم على المخرج إن فشل في بث الروح في الجثة. كشفت مجلة جون أفريكا الفرنسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى إلى الإطاحة برئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم وديع الجريء بسبب تحقيقات قضائية بحقه تتعلق بالفساد والاختلاس. أشارت المجلة الفرنسية إلى أن سعيد طلب من وزيرة العدل ليلى جفال أن تراقب عن كثب قضية الجريء الذي صدرت بحقه 4 مذكرات تحقيق في نوفمبر الماضي دون اعتقاله، لكنه منع من السفر في فيفريي بحسب ما نقلته جون أفريكا عن مصدر في الاتحاد التونسي لكرة القدم. وبالفعل تغيب رئيس الاتحاد التونسي عن آخر رحلة لمنتخب بلاده، ولا يتمتع وديع الجريء بعلاقة جيدة مع وزير الرياضة كمال دقيش الذي أعاده السعيد إلى الحكومة عقب إعلان إجراءاته الاستثنائية في 25 جويلية 2021 بعد أن تمت إقالته سابقا من حكومة هشام المشيشي التي أطاح بها رئيس البلاد. وبحسب جون أفريكا فقد كان رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم وديع الجريء كان يعتبر من المقربين من حركة النهضة، كما أنه كان ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، فضلا عن علاقته الودية بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أسباب كلها ساهمت في علاقته المهتزة بالسعيد دائما حسب مجلة جون أفريكا. إلى المغرب، حيث نشرت يومية الصباح على لسان نصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قوله أنه ما زال مصير 33 مغربيا مجهولا بعد الزلزال الذي دارب تركيا، رغم كل المبادرات التي قامت بها السلطات المغربية في السفارة والقنصلية بتركيا. مصالح الوزارة أحصت وفاة 20 مغربيا إثر الزلزال المدمر الذي دارب البلاد. وأكد الوزير في معرض جوابه الكتابي عن سؤال بمجلس النواب أن 33 مواطنا مغربيا ما زالوا في عداد المفقودين، ولم يقدم المزيد من التوضيحات بشأن هؤلاء المفقودين، واكتفى بالقول أنه تم اتخاذ إجراءات مواكبة تتمثل في تكفل الوزارة بمصاريف نقل جثة من المغاربة الذين تحصلوا على تصريح أولي بذلك من قبل السلطات التركية قبل صدور قرار شمولي بدفن الجثامين المنتشلة من تحت الأنقاض مخافة تفشي الأمراض والأوبئة. وأضاف الوزير في جوابه الكتابي الذي توصلت يومية الصباح بنسخة منه أنه في الجانب المتعلق بتداعيات زلزال سوريا لم تسجل أي حالة وفاة أو إصابة في صفوف المغاربة المقيمين هناك. تتوقع صحيفة فورين بوليسي بأن الانخفاض المفاجئ لإنتاج النفط هذا الأسبوع من قبل الأوبك وحلفائها سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في وقت يكافح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل لخفض التضخم دون إحداث ركود أو مزيد من الفوضى في الأسواق المالية. وذكرت صحيفة فورين بوليسي أن خطوة خفض الإنتاج تبين حجم الهوة السياسية بين الولايات المتحدة والسعودية، وذلك من خلال إعادة النظر في احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار بعد أن انخفض إلى 70 دولار. كما أشارت الصحيفة إلى أن خفض إنتاج النفط يزعج المسؤولين في واشنطن، وأن الاعتراف المتزايد بأن السعودية تتبع استراتيجية دبلوماسية غير منحازة من قبل أمريكا تشير إلى أن العلاقة بين واشنطن والرياض مهمة لكلا الجانبين لأسباب أمنية واقتصادية.